أم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان لماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى أسرى فما يهتز إنسان لماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا بد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار ألا بد من ميتة في صرفها عبر والدهر في صرفه حول وأطوار لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يضر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان لكل شيء إذا تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره